فيكتوريا القلعة إلى المباراة النهائية. الأهلي يكتب التاريخ، الراقي يتأهل في دربي العروس، الراقي هو العريس، هو العريس، عروس البحر الأحمر، قلبها أخضر، قلبها أخضر. مبروك للراقي، مبروك للأهلي، مبروك للقلعة، مبروك للجماهير، هارد لك للاتحاد. مشهد لم نكن بأن نتمنى بأن نشاهده في النهاية بعد أن شاهدنا مباراتين بقمة الروح الرياضية. أحداث يؤسف عليها تنتهي بها هذه المباراة، تنتهي بها هذا الديربي بهذه الطريقة. مبروك للأهلي ولكل جماهيره الوصول إلى المباراة النهائية، هارد لك للاتحاد ولكل لاعبي وجماهيري الخروج من الدور نصف النهائي. مبروك للكرة السعودية تمثيل أحد فرقها للمباراة النهائية. كل التوفيق للأهلي في المباراة النهائية. مشاهدينا متابعينا، لم نكن نتمنى بأن تنتهي هذه المباراة بهذه الصورة وبهذا المشهد، بهذا العراك الذي حدث، لكن في النهاية شكرا للفريقين على وصولهم إلى هذا الدور، شكرا للاعبين على تقديمهم لهذه المباراة على هذه الروح. مبروك للأهلي، فاز بنتيجة الإياب بهدفين نظيفين، وصل إلى المباراة النهائية لأول مرة في عهد دوري أبطال آسيا. أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة. تحياتي محدثكم محبكم على الدوام فارس عوض. الكلمة تنتقل إلى الزميل محمد نجيب، تفضل لك الكلمة.